أيها الأحبة، مرت علينا بالأمس ذكرى شهادة الإمام الخامس من أئمة الهدى الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام، فحري بنا أن نقف على هذه السيرة العطرة، وهذا الإمام المعصوم مستودع علم الله وركن الإيمان وترجمان القرآن، إنه باقر علم الأولين والآخرين، سمي الرسول المصطفى، فقد سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله بمحمد، ولقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، فقد ملأ العالم علما ومعرفة بكل مجالات الحياة ومفرداتها، فقد قرن الله طاعته بطاعته وطاعة آبائه وأجداده المعصومين، وقد أشار إلى ذلك شهيدنا الصدر قدس سره في خطبة الجمعة فقال عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال عليه وآله السلام: هم خلفائي من بعدي يا جابر، وأئمة الهدى بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه عني السلام. لقد كانت حياته الشريفة مليئة بصور الثبات والجهاد والدفاع عن الإسلام وعن المذهب الحق الذي كان يتبناه، وأن الإسلام كان حاضراً أمامه عليه السلام، فيسعى جاهداً لنصرته والدفاع عنه بكل ما يمكنه فما من مشكلة علمية أو فكرية أو عقائدية إلا أن برا لها وقدم الحلول وذلل كل العقبات المتعلقة بها، ومنها ما حصل مع عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي في زمانه، عندما وقف عاجزاً من أن يجد حلاً أمام تدهور الاقتصاد الإسلامي في قبال العملة الأوروبية، فزهق عبد الملك وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقال شهيدنا الصدر قدس سره لما زهق عبد الملك بن مروان من ذلك قال: تعالوا طلعوني أنا شهيدي، مش أقدر أسوي. قالوا له: عليك بمحمد بن علي الإمام الباقر سلام الله عليه. فقال عبد الملك: اجلبوه لي. قال له